الشباب كافة يا الله، ويفرح كل أم بابنها. والله شهر رمضان هو شهر فضيل وشهر كريم، والكل بحب يتجمع فيه والعيلة تلتم وهيك، إلا أنه في فلسطين شهر رمضان يختلف عن كل العالم، من اعتقالات لاستشهاد في نفس الفترة، في ناس استشهدوا وناس اعتقلوا بأعداد كبيرة. فالله يعين الناس على هيك ظروف، والأمور مش سهلة بتاتا، والأوضاع مش سهلة بتاتا، بس الحمد لله رب العالمين بتظل هذه قضيتنا وإحنا مأمنين فيها، و يعني ما بنقدر نقول إلا ما يرضي الله. الحمد لله على كل حال. عندي أولاد 2 معتقلين، 2 لهم 8 سنين ونص، 1 معتقل 10 سنين، والثاني معتقل 18 سنة ونص. قبل حوالي 20 يوم اعتقلوا شاب آخر اسمه عباس، أعطوه اعتقال إداري، وفيما بعد 14 يوم من اعتقال عباس، يعني قبل أقل من أسبوع، اعتقلوا علي الابن الأصغر إلي. فالحمد لله رب العالمين، هي 4 شباب في السجن. وعلمك رمضان وأجواء رمضان، والواحد بحب اللمة والعيلة وهيك، إلا أنه ظروفنا تختلف بنوع أنه أولادي 4 من 5 في السجون. والله بفتقد لمتهم والكثرة على الطاولة، يعني إحنا كانت اسم الله الطاولة مليانة أولاد وأطفال والبنات والكل قاعد، وما شاء الله الحين عددنا لا يتجاوز 4 جالسين بنفطر على المائدة. يعني بظل أقول الله يسهل عليك يا أبو الفضل، بحب الورك الدوالي، وبقول الله يسهل عليك يا علي، كان هو تؤيدنا اليمين يجيب أشياء الدار والطلبات الدار، والحمد لله على كل حال. هم دائما وما شاء الله معنوياتهم عالية، وهم أصلا بمدونا بالمعنوية العالية. كل يوم ما تهتمي، ما يعني ما تزعلي، هذا طريق اللي بنمشيه مش طريق خطأ، إحنا ماشيين في الطريق الصواب. إذا ما انسجننا وانكتلنا واستشهدنا، كيف بدها تتحرر بلادنا؟ لا نطلب إلا الفرج من الله ومن الناس الصادقين إنها تظل واقفة معنا، وتنظر للسجناء بشكل عام، لأن السجناء أوضاعهم يعني الأمانة مزرية. يعني أنا بزور مع ناس، مع مرأة في 80 من العمر إلها 30 سنة بتزور ابنها. إلى متى؟ لأمتى؟ لأمتى بدهم يظلوا الناس تزور؟ أشرف الموت قتل الشهادة، هذا مبدأنا. يعني ما بنزعل يوم بيستشهد واحد، طالما إنه على الحق، طالما إنه بدنا نأخذ حقوقنا، ترخص الروح، بترخص المال، برخص الأولاد، كل شيء بهون في سبيل أنه في النهاية نوصل نتيجة أنه تحررنا. وما إلنا إلا الناس الصادقة اللي وفت، اللي وعدت وفت، واللي قالت وصدقت، هم هذول أملنا ومعولنا عليهم، وإن شاء الله رسالتي توصلهم، وكل عام وأنتم بخير إن شاء الله يا ربي. بيجي العيد وكل المساجين في أحضان أهليهم مع أولادهم مع أمهاتهم، وربنا يفرجها على كل فلسطين.